وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء مع نجوى جراي. ابن أبي أصيبعة هو موفق الدين أبو العباس ابن أبي أصيبعة، ولد في أسرة آخذة من الطب بقسط وافر، وكني أبو العباس قبل أن يطلق عليه لقب جده ابن أبي أصيبعة. كان مولده في دمشق سنة 600 هجرية الموافق ل1203 ميلادي. هو سليل أسرة اشتهرت بالطب، وموفق الدين أشهر أفراد الأسرة، وإليه يصرف الانتباه إذا ذكر الطبيب ابن أبي أصيبعة. وقد نشأ في دمشق في بيئة حافلة بالعلم والدرس والتدريس والتطبيب والمعالجة. درس العلوم والطب في دمشق نظرياً وعملياً، وطبق دروسه في البيمارستان النوري، أول مستشفى في التاريخ الإسلامي، زميلاً لابن النفيس، وكان من أساتذته من كبار علماء دمشق رضي الدين الرحبي وشمس الدين الكلي وابن البيطار العالم الشهير ومؤلف جامع المفردات ومهذب الدين عبد الرحيم بن علي الدخوار. انتقل ابن أبي أصيبعة إلى القاهرة في زمن الأيوبيين ومارس فيها الكحالة، أي طب العيون، كما استفاد في تردده على البيمارستان الناصري من دروس الكحالة للسديد بن أبي البيان الطبيب الكحال ومؤلف كتاب الأقربذين المعروف باسم الدستور البيمارستاني. لكنه لم يطل الإقامة في مصر، إذ عاد إلى الشام في حدود سنة 35 و600 هجرية الموافق ل37 و200 ملبياً دعوة صاحب سرخد الأمير عز الدين أيدمر. اشتهر ابن أبي أصيبعة بكتابه الذي سماه عيون الأنباء في طبقات الأطباء، وكان قد ألفه لأمين الدولة، ويعتبر كتابه من أمهات المصادر لدراسة تاريخ الطب عند العرب، وهو مقسم إلى 15 باباً، وقد بلغ في كتابه حد 400 ترجمة لأطباء وحكماء من كبار علماء الإغريق والرومان والهنود والعجم والسريان والنصارى وأطباء فارس والعراق والشام ومصر والمغرب العربي والأندلس. فكان له الفضل العظيم في التاريخ الطبي والعلمي للقرون الوسطى في الشرق، ويستشف من أقواله أنه وضع 3 كتب أخرى لم تصل إلينا، وهي كتاب حكايات الأطباء في علاجات الأدواء، كتاب إصابات المنجمين، ومعالم الأمم. كما كان شاعراً مجيداً، وله شعر جميل ضمنه كتبه ورسائله. كانت وفاته سنة 68 و600 هجرية الموافق 70 و200 ميلادي في سرخد. وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء مع نجوى جراي.